يا صباح الخيرات على كل حضراتكم مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. أهلا بكم جميعا وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. وبطبيعة الحال كل الأهلاوية صاحيين النهاردة رايقين ومبسوطين ومتفرجين على أداء أكتر من ممتاز في مباراة امبارح. هنتكلم طبعا أكيد في كل التفاصيل. صباح الفل عليك. صباح الخير بقى والنصر. صباح النصر ولا إيه يا جماعة؟ صباح النصر علينا جميعا يعني على كل الأهلاوية في كل مكان في العالم. زي ما كريم قال وزي ما كلنا شفنا امبارح مباراة جميلة، أهداف أكتر من رائعة، لعيبة محترفة يا جماعة. امبارح استمتعنا، كان في شوية أخطاء صغيرة كان حاصل، بس النتيجة كانت مرضية جدا، فحاجة محترمة جدا. استمتعنا امبارح الناس اللي اتفرجت. أنا بصراحة بعد ماتش الأهلي دخلت نمت، ما اتفرجتش على اليورو، ولكن سمعت كمان المباراة كانت قوية جدا. وهنتكلم بقى عن إيطاليا برضو، لعبة أداء محترم جدا.